وصلنا لآخر محطاتنا الصباحية لليوم ولعالم السينما. يعتبر فن السينما وسيلة فنية قوية للتعبير عن القصص والأفكار والمشاعر والرؤى الفنية. بيتم استخدام العديد من العناصر مثل الإضاءة، الموسيقى والتصميم الفني والأداء الجماعي للممثلين لخلق تجربة سينمائية. أكيد يا ليلى، ودائما نحن بنعرف أنه الفن هو رسالة ممكن نقدر نوصل من خلالها كتير مسجات للناس، إن كان إنسانيا إن كان ثقافيا إن كان حتى بأي شيء بنحبه بحياتنا. والسينما اليوم إلى واقع خاص، وكل حدا فينا له ذكريات يعني ضمن السينما. اليوم شفنا شوية ابتعاد الجمهور عن السينما، هذا الشيء حيخبرنا عنه ضيفنا، وهي الأسباب ليش اليوم رح نحكي عن واقع السينما السورية، أهمية المشاركات الدولية للأفلام السورية، وشو هي أهم الدعم اللي هي بحاجته اليوم لحتى ترتقي دوليا. خلينا نرحب بضيفنا لليوم وهو المخرج والكاتب وليد احمد درويش. يسعد صباحك استاذ وليد. صباح الخير، كيفك لليوم؟ تمام الحمد لله. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك. بدايه استاذ وليد، خلينا نحكي عن من خلال تجاربك السينمائيه، خلينا نحكي عن اهم اساسيات هذا الفن، ان كان مهارات فنيه او تقنيات متنوعه. مره ثانيه صباح الخير لكم للساده المشاهدين. اليوم احنا بنحكي عن فن بيقدر يوصل دائما حضارة البلد اللي هو عم يطلع منه، منشأ هي البلد، تاريخ البلد. فما بالك اليوم عم نحكي نحن عن سوريا. دائما بنقول نحن سوريا هي مو بس التاريخ والحضارة والآثار والثقافة. صحيح. سوريا هي أول من بدايات الدول اللي صنعت أفلام سينما، كان عندها إنتاجات سينمائية. نحن عم نحكي عن 1927 حرفيا، يعني كان أول فيلم المتهم البريء. فأنت اليوم هاي الإمكانيات اللي عم بسألي عنها وعم تحكي عنها هي أصلاً متوفرة مو من اليوم. أول شيء عم نحكي عن العامل الفني البشري. نحن العامل الفني البشري هو موجود، والدليل على ذلك أنه كتير من هدول الناس بيطلعوا بيشاركوا بمهرجانات بأعمال مشتركة برا. ودائماً لاحظي أنت العامل الفني السينمائي البشري الموجود دائما هو بيكون سبب رئيسي في نجاح اي عمل خارج سوريا. اليوم عم نحكي عن التطور في امكانية فن الاضاءة. اليوم سوريا عندها مدراء اضاءة هن يعتبروا من الاوائل على مستوى الوطن العربي. حتى عم تحكي بموضوع الموسيقى، اليوم صار عندنا اسماء تعمل او بتشتغل موسيقى تصويرية. يعني وصلنا على من فترة اسبوعين كنت عم شوف انه في كثير من الاسماء السوريه حاصله على جوائز بمهرجانات دوليه بما يتعلق في الموسيقى التصويريه. فلهيك عم لك دائما اذا بدنا نحكي عن الامكانيات والادوات، ادوات هي موجوده متوفره، لكن اليوم بتعرفي انت نحن مرقنا ب 13 سنه من حرب، يعني قدرت انه مو بس تدمر حجر وبشر، دمرت حتى صالات العرض، دمرت حتى بنى تحتيه للسينما يعني. طيب اليوم الأستاذ وليد، كونك ذكرت الإمكانيات، نحن ما فينا ما نعترف أنه نحن عنا إمكانيات جدا جميلة وطاقات شبابية بحاجة لكثير من الدعم، هاي قصة لحالها بدها سردة يعني. ولكن كونه عم نحكي عن الواقع السينمائي بعيدا عن التأثير الفني الضوئي إلى آخره، اليوم خلينا نروح إنتاجيا وهو العامل الأساسي بإنتاج أفلام السينمائية. اليوم شو تأثيره على الواقع السوري ما بين العام والخاص؟ وانتو اليوم دائما عندكم شوية استفهام كرمال الخاص يعني. طبعا هلا هو بكل صراحة اليوم نحن عم نحكي، أول شيء نعرف المدرسة السينمائية السورية. المدرسة السينمائية السورية هي مدرسة واقع، مدرسة إنسان. نحن ما بنشتغل أفلام خيال، نحن دائما بنشتغل من واقعنا من مجتمعنا. لاحظي أنت من وقت ما تأسست السينما السورية لليوم هي عندها مدرسة خاصة دائما بتروح باتجاه المجتمع، باتجاه اقتباسات من الروايات الأدبية. مشكلتنا نحن قبل التسعين كان في عنا، أو بالتسعينات كان في عنا شركات إنتاج خاصة تقدر كانت عم تغامر. طبعا هي مغامرة لطيفة، مغامرة جميلة، كانت عم تغامر وتعمل أفلام سينما قطاع خاص. ليش كانت عم تعمل أفلام سينما؟ اليوم الفيلم السينمائي إذا ما انباع للخارج أو كان في عنده عروض خارجية، نحن كان في عنا دور عرض، دور سينما كانت تعرض. يعني في دمشق اليوم في أكثر من 15 دار سينما كانت، خليني نسمي لك قطاع خاص. لكن للأسف اليوم فكرة الشاشة الصغيرة، التلفزيون، اليوم عم تحكي على السوشيال ميديا،
وبرجع بقول لك يعني كان لهم تاثير سلبي بالانتاج الافلام السينمائيه. طبعا طبعا اليوم اي فيلم بدك اياه بتقدري تشوفيه من اي منصه. صحيح. باي منصه بتفتحي على اي منصه بتشوفي الفيلم اللي بدك اياه. بس الجمهور يعني هو هي الفكره اليوم اللي بيقول انه ما في بسوريا جمهور سينما بيكون غلطان. اصلا الجمهور السوري نحن وقت بنكون عم نصور فيلم سينما حتى جماعه الدراما بيحكوا نفس الحديث يعني وقت كنا عم نصور فيلم سينما اول شغله بنفكر فيها كيف بدنا نبتعد عن اراء الجمهور عن تعليقات الجمهور السلبيه كيف بدنا نرضي هذا الجمهور لان الجمهور هو مثقف سينمائيا قد ما بتتصوري يعني بيحضر الفيلم بيقعد بيشرح لك تفاصيل الفيلم الفنيه وعم يحكي بقصته ولا بكذا فعنده امكانيات هلا كان في مبادرات من سنتين او ثلاثه انه في شركات خاصه حاولت تعمل افلام سينما بس ما لقت دعم هي الشركات الخاصه فلهيك راحت بافلام انه افلامها خسرت ما قدرت تجيب مردود بس اليوم نحكي بكل صراحه نحن في عندنا اليوم وزاره الثقافه المؤسسه العامه للسينما هي مؤسسه تصدت لانه تكون المنتج الرئيسي لافلام السينما وهي فاتحه باب التشاركيه مو من جديد من زمان يعني أكيد. فالمؤسسه العامه للسينما اليوم هي عم تقدم اللي عم تقدر تقدم عليه ضمن الامكانيات اللي عم تتاح لهي المؤسسه اليوم في كثير مواهب شابه عندنا بالبلد انا والله بطلع لبرا وقت بشوفهم بالمهرجانات انه ما في مهرجان سوريا ما انا موجوده فيه ما في مهرجان سوريا ما انا موجوده فيه حتى لو مجرد انه هي شاركت ان كان بموسيقى ان كان يعني هلا باليوم بمصر عندك ثلاث اربع مهرجانات الثلاث اربع مهرجانات مسيطرين عليهم الفنيين والفنانين السوريين حلو هذا حتى اليوم السوري بجوز ما انه بحاجه الى تكريم وجوائز مجرد المشاركه يعني خروج دوليا يعني انت عم تحكي عن المشاركه اليوم هي فكره الجائزه انت بحد ذاتك وقت فيلمك يتاهل لانه يكون ضمن العروض النهائيه بحد ذاتها هي جائزه يعني عم تحكي عن فيلم تم انتاجه بظروف صعبه بامكانيات جدا محدوده مقابل 1500 فيلم من كل انحاء دول العالم اقل فيلم كلفته هالقد يعني يمكن اجار كاميرا من الكاميرات اللي عم يستخدموها برا هي بتساوي نص ميزانيه فيلم عنا باليوم انا عم بحكي عرفتي فبالتالي اليوم تشوفي فيلمك يطلع للمنافسة بينافس 20 فيلم ما نحن تخطينا مرحلة تخطينا هي المرحلة صح. كلها هذا على شو يعتمد شو ليش وصل لهي المرحلة وصل لأنه أنت عندك إمكانيات فنية بالإخراج عندك إمكانيات فنية بالتصوير عندك إمكانيات فنية بالإضاءة وبرجع بقول لك اليوم هلا للأمانة حتى أكون واضح وصريح أنا شايف السينما اليوم بهي بالمرحلة هي تحديدا بسوريا رايحة باتجاه التطوير رايحة باتجاه اليوم يكون في صالات هلا في صالات كثير عم تتجدد بدمشق ترجع تفتح من اول جديد طيب استاذ وليد بدنا شوي نحكي عن الشركات الخاصه بوقت بيكون اليوم هذا الشخص هو مسؤول عن عمل معين بكل تفاصيله حتى الاشخاص اللي بدهم يشاركوا بهذا العمل باختيار الاشخاص قديش هذا ممكن يكون له تاثير على العمل الفني الشركه الخاصه اليوم بدها تربح نحكي بصراحه قطاع السينما بسوريا كان قطاع رابح الخاص انا عم بحكي بوقت كان في عندنا قطاع خاص اليوم الكل اتجه باتجاه الدراما هي الربح السريع الربح السريع والمحتوى اللي تحدده الشركه او القناه اللي بدها تعرض السينما مو هيك السينما هي روح انا دائما بقول السينما روح ما حدا السينما رساله حنجد رساله حياه ما حدا بيقدر يلعب بتفاصيلها يلعب ب انا اليوم كمهمتي الرئيسيه كان مخرج أو شركة أو حتى أقل العاملين في أي فيلم هو مهمته الرئيسية يطلع هذا الكلام المكتوب على النص على الورق يصير صورة متحركة بمشاعر بأحاسيس بحياة بروح بدم عرفتي فهذا كلياته الشركة الخاصة ما حتفرق معها الشركة الخاصة بتقلك أنا بدي أربح هلا إذا عملت هذا الفيلم حأربح الربح هو الأساس طبعا القطاع العام اليوم اللي هو ممثل بالمؤسسة العامة للسينما ما بيفكر بهي الطريقة القطاع العام اليوم بيفكر انه هي مؤسسة اصلا مدعومة حكوميا وهي يمكن حالة فريدة على مستوى الوطن العربي ان يكون في هيك مؤسسة ربما لا تحقق ارباح لكن مدعومة حكوميا لدعم المواهب الشابة او المواهب الموجودة في هذا القطاع المؤسسة بتفكر كيف بدي وصل صورة
المجتمع تبعي، كيف بدي احكي عن قضية أدبية، كيف بدي اليوم شوفي المسابقات اللي عم تعملها المؤسسة دائما هي مسابقات فكرية عم تكون تماما عم تكون ناجحة يعني. لهيك عم لك اليوم إذا بدنا يرجع القطاع الخاص، أولا بدي يكون في كتير مقومات، منها يكون عندك دور عرض، هو نحن يمكن دار عرض واحدة خاصة موجودة عندنا، ما تبقى هي كلها حكومية ومدعومة يعني كمان. قلت لك هلا عم يجدد. وثاني شغلة بده يكون في دعم مطلق للقطاع الخاص، بده يكون في تسهيلات للقطاع الخاص حتى طمع. اليوم ما يكون في كلفة إنتاجية عالية وآخر شيء يطلع القطاع الخاص ما هو ربحان. لكن كان في كتير أفكار إنه أي حدا بيقدر عم ينتج مسلسل بهديك الكلفة أدراني طالع من هذا المسلسل في السينما على فكرة. إنه بس ما عنا اليوم لسه الثقافة بالشركات الخاصة إنه نحنا لازم نعمل شيء من أجل المجتمع مو بس مشان قضية الربح يعني. طيب أستاذ وليد، اليوم حضرتك ذكرت أهمية المشاركات الدولية، ولك كان في مشاركة جدا جميلة بفيلم براءة. نحكي عن هيك ولو سريعا عن محتوى هذا الفيلم، عن أهمية هي المشاركة وكيف كانت أصداء الفيلم. هلا الحمد لله أنا هي المشاركة الثالثة لفيلم براءة في مهرجان دولي يكون. هلا المشاركة الأخيرة هي حاليا في مهرجان الفيوم الدولي في مصر. سابقا قبل كان في المغرب، وقبل كان في جمهورية العراق. الحمد لله أنا عم سلط الضوء على قضية ما تهم بس السوريين، هي تهم كل مجتمعات العالم. عم بيحكي عن حالة إنسانية، عم بيحكي عن عمالة الطفل، عم بيحكي عن استخدام هذا الطفل بالشغل وهو من المفروض يكون بمدرسته. وآخر شيء أنا ما بروح باتجاه أنه يكون في يأس في هذا الفيلم، يكون في إيجابية. أنا عم بيحكي عن حلم أحد الأطفال أنه هو تخيل حاله تارك مدرسته وعم بيشتغل وكذا. فبالتالي اليوم أنا وقت بشوف، كنت عم بحكي لك من شوي، وقت بشوف أنه أنا عندي فيلم نعمل بإمكانيات معينة راح نافس إيطاليا وفرنسا وهولندا وكثير من دول اللي عندها إمكانيات كبيرة وقدر يتخطاهم ووصل ل أنا مظبط أموري من قريبة تمام ووصل. فأنا بقول أنا هي جائزتي، أنا ما بنطر بعدين شو بده يطلع لي، فبقول هي جائزتي. لا كان في أصداء حتى في بمهرجان سوس بالمغرب، من بين الأفلام اللي انعمل ورشة للحديث عنه هو كان فيلم براءة، وفيلم براءة هو من إنتاج المؤسسة العامة للسينما. هلا حاليا هو بمهرجان الفيوم، إن شاء الله كمان هو كمان حينعرض إن شاء الله اليوم أو بكرة، فإن شاء الله نتمنى يكون له جائزة يعني. بكفينا نحن اليوم وصول. طبعا قلت لك كفي، أنا باخذ جائزتي وقت بيقولوا إنه طلع للعروض النهائية. أتمنى إنه يكون له شيء آخر، لأنه يعني هو الفيلم حقيقة يستحق، الفيلم أخذ جهد وتعب منا لحتى قدرنا نتعامل مع الأطفال. وأنا بقول دائما انه هي كانت هي امتع التجارب اللي انه انا قدرت اتعامل مع الاطفال وقدرت طالع منهم شيء معين. لذلك عم اقول اليوم وين ما رحتي باي مهرجان مستحيل ما تلاقي مشاركه سوريه او في شيء سوري مميز بهذا المهرجان. هذا الشيء كثير مهم. استاذ وليد، خلينا نحكي اليوم عن اهميه طاقات الشبابيه، اهميه دعمها واعطاء الفرص اليوم بتقديم مشروعات السينمائيه والافلام القصيره ايضا. هلا شوفي، مشروع الافلام القصيره هو اللي احدثه في سوريا، هو حقيقه كان قمه في العبقريه والابداع نحكي بصراحه، لانه السينما بدات بفيلم قصير. السينما بالعالم كله بدات بفيلم قصير صامت اصلا. هو اليوم تخيلي هو انتج قبل 1900، واليوم يعد هو من اغلى الافلام السينمائيه في العالم. السينما اساس السينما هي الافلام القصيره اليوم، لانه الفيلم القصير دائما يعتمد على شيء واقعي ادبي فلسفي. فهو الصعوبه انك انت توصلي فكره ممكن بدها ايام وبدها شهور وبدها حتى لفيلم لا يقل عن ساعه ونص لتوصل هي الفكره. اهم شيء انه يلامس الواقع. تمام، انت بتقدري توصليها بثلاث دقائق او خمس دقائق او عشر دقائق اللي هو. فالفيلم القصير هو حاله اخرى، ما في مخرج بالعالم ما بيعشق قصه انه او ما بيقبل تحدي انه يشتغل فيلم قصير. هلا الفرصه اللي اخذينها الشباب بالمؤسسه العامه للسينما هي قلت لك من شوي مهمه،
واليوم هو اي واحد فيها بده يشتغل مع المؤسسه العامه للسينما فهو فخر له، لانه عم نحكي نحن بتاريخ، مؤسسه تمتلك تاريخ، خرجت كبار الاسماء على مستوى مو بس سوريا، على مستوى العالم. فاليوم اذا رحنا باستكمال هذا الاتجاه، انا شايف اليوم بالتغييرات الاخيره اللي حصلت في المؤسسه بالاداره الجديده انه في فكر مهم، والدليل على ذلك انه اليوم اذا بتمرق انت امام السينمات اللي كانت مغلقه في دمشق بتشوفيها هي عم تتجدد، عم تتطور، ففي فكر لعروض. اليوم نحن نعيش ايام الثقافه السوريه، ذكرى تاسيس وزاره الثقافه، يعني هي هذا الاسبوع كله هو عروض افلام مجانيه، كل انتاجات المؤسسه هي موجوده في كل صالات اللي موجوده في سوريا. لهيك انا عم اقول لك اليوم الشباب عم ياخذوا فرصتهم فقط في المؤسسه العامه للسينما. وانا اذا بحكي لك شيء، عندنا طاقات شبابيه، عندنا امكانيات، عندنا ناس تحسيها هي خلقانه وبتم معلقه سينما، يعني بدم السينما. فبالتالي اليوم هاي الامكانيات بسوريا ما عم تلاقي مين يحتضنها اكثر غير قطاع واحد والقطاع العام. قلت لك ما في قطاع خاص، اما اذا بتشوفي برا هذا السوري بس يطلع لبرا بيكون عنده ابداع يعني مقطوع مقطع النظير يعني. استاذ وليد، اليوم الحديث يطول يعني، وكل سؤال مثل ما قلنا بده وقت اطول لحتى نقدر هيك نضوي عليه بشكل اوسع. بنشكر حضورك لليوم، نتمنى بهمتك وهمه كل المخرجين والكتاب الارتقاء بالواقع السوري، كان سينمائيا او كان دراميا. مثل ما قلت نحن عندنا امكانيات ولكن بحاجه هذا الدعم. بلشنا، بلش هذا هيك نلملم جروحنا مثل ما بيقولوا، بلشت عمليه الترميم بكل النواحي. ان شاء الله هيك بنشوف مستقبل حلو لكم. شكرا لك استاذ وليد ولحضورك. شكرا لك استاذ وليد، بنتمنى لك التوفيق الدائم، بقيه نهار حلو لك.